الخير مشاهدي قناة اس بي سي وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي استوديو اس بي سي اللي أكيد راجعين لكم اليوم بحلقة مليئة بالفقرات والمواضيع اللي راح نتشاركها معاكم اليوم ونقول لكم مثل دايما حيها العين وحياك الله نادر. يا هلا وسهلا ريم، مساك الله بالخير ومساء الخير لمشاهدي قناة اس بي سي وتحديدا برنامجكم اليومي استوديو اس بي سي. أكيد عندنا فقرات كثيرة راح نتناولها مع مشاهدين اللي بإذن الله راح تكون ممتعة وماتعة، والبداية مع التأمين الصحي في المنظمات وما ينعكس منه في بيئات العمل أن تصبح بيئات جاذبة وبيئات نموذجية وكذلك تعزز الولاء الوظيفي من الموظف لدى المنشأة. أكيد نادر أن التأمين الصحي أولوية عند الموظفين والدولة أكيد الله يحفظها من خلال الأنظمة اللي بتلزم الجهات بتوفير التأمين الصحي للموظفين، وأكيد من هذا الموضوع أيضا راح ننتقل معاكم إلى الأعمال الدرامية محلية الصنع واللي خلينا أقول أنها تارة تقابل بالتشجيع وتارة أيضا بيكون شوي في انتقاد، وهذا الشيء اللي خليني أقول بينبئ أن الصناعة قادمة وبقوة وجالسة تتطور كل يوم عن اليوم اللي قبله. أكيد دريم، ما في عمل اللي يكون قابل للنقد، والعمل والطاقم اللي يقبلون النقد هم سوف يصبحون أكيد ناجحين وفي المقدمة. وأكيد مثل ما يقول المثل يا ريم، يا بخت من بكاني وبك الناس علي ولا ضحكني وضحك الناس علي. عشان كذا النقد دائما يعبر عن جماليات الأمور أكثر من سلبياتها كل ما كثر النقد. وأكيد كل ما زادت مساحة الإبداع راح ننتقل بكم إلى طقطقة، ولكن ما هي الطقطقة اللي في بالك يا صديقي، لا، طقطقة المفاصل. نعم، طقطقة المفاصل اللي هي تعتبر أحد وسائل علاج آلام الظهر وأثرها على المريض، وهل تؤثر مع الوقت في العظام وقوته؟ ممكن أكيد أنه يعني الجميع يلجأ لها، ولكن بس الريم، هل ممكن تلجئين هالعلاج؟ أكيد أن إذا كان الموضوع يتطلب هذا العلاج أني راح ألجأ لهذا العلاج، لكن للأسف أنه في أشخاص يمكن ما عندهم خلفية علمية كبيرة عن الموضوع وممكن بيمارسوا هذا الأسلوب في التداوي، وطبعا هذا الشيء اللي بيدفع الأطباء وأهل الاختصاص العلمي بمعارضة هذه الأساليب. وأيضا كمان من أبرز محطاتنا لليوم الأرقام الخاصة بالإيرادات والنفقات للموازنة التقديرية للمملكة في العام المقبل وما هي المبادرات الاقتصادية اللي بتعمل عليها المملكة. أكيد ريم، ما أن يعني يتبادر طاري السم الميزانية إلا وأكيد نشعر بالفخر لأننا تعودنا سنة بعد سنة والله الحمد لدينا ميزانية قوية، لدينا إيرادات، لدينا مداخيل، وأيضا لدينا عقول تفكر وتخطط للسنوات القادمة، والأهم منها تعتبر من المرتكزات أيضا التي ترتكز عليها الدولة واللي هي بعيدة عن البترول وتعتبر أيضا من الأسس الاقتصادية وراح تزيد بإذن الله في بلوغنا في عام 2030 إن شاء الله. أكيد مشاهدينا هذا واحد من مواضيعنا، عندنا مواضيع متفرقة وتقارير أيضا متنوعة، أكيد نقول لكم دائما حيها العين وخلوكم قريب. حيها العين مشاهدينا الكرام مرة ثانية، أكيد رح نبدأ معكم اليوم حلقتنا بسؤال الحلقة التفاعلي على حسابنا في منصة إكس، واللي أكيد أننا دائما ننتظر مشاركتكم على سؤال الحلقة وهو هل تلجأ للعلاج بطقطقة المفاصل؟ لا تنسوا تتابعونا وتشاركونا، ونادر بما أنك وجهت لي السؤال خليني الآن أوجه لك السؤال لأن في بعض الأشخاص ممكن يخافوا من موضوع طقطقة المفاصل والعلاج بطقطقة المفاصل أو الكايروبراكتر زي ما يسموه، فهل ممكن تلجأ له؟ أولاً إن شاء الله أني ما ألجأ له وأنت ما تلجئين له والمشاهدين بإذن الله ما حد يحتاجه ولا يلجأ له، ولكن مثل ما احنا شايفين انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات كثيرة للطقطقة. لما نقول طقطقة هنا نروح بالنا للمفاصل، فلما نقراها طقطقة لا تروح سوالفنا الدعابة والمزح والضحك. عشان كذا المرة هذه احنا نقصد في طقطقة المفاصل اللي يجيك واحد شغال فيها خبرة ومعطيها وضعية الأخصائي ووضعية الطبيب تلاقيه يطق الرقبة ولا يطق الظهر أو العمود الفقري، والمشكلة ريم تسمعين الطقة على بعد كيلو، يا ساتر
ما في خوف؟ أنا يجيني توتر لما أسمع شخص بيطقطق المفاصل خصوصاً الرقبة. أيوة. لكن ما أعرف يعني قد إيش ممكن هذا الموضوع يكون فيه مخاطر إذا أي شخص عمله. لكن اليوم حابين نتعرف على حقيقة العلاج بطقطقة المفاصل. مين الأشخاص اللي بيلجأوا له؟ مين الأشخاص اللي ممنوع مثلاً إن هم يلجأوا لهذا النوع من العلاجات؟ أكيد بالضبط ريم، على أساس نفند بعض المقاطع المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي، وكل يعني شخص ممكن يطلع فتح بيته ممكن أنه علاج طبيعي فيقول أنا أخصائي وفاهم في الموضوع. أيضا من ضمن مواضيعنا لليوم راح نتكلم عن الأفلام السعودية، ما بين التشجيع وما بين الدعم، وأيضا ما بينهما من المواهب الصاعدة. ريم، في عندنا أفلام كثيرة، حتى ممكن المشاهد الآن لما قلت أفلام سعودية جاء في باله كذا عمل سعودي نجح، وممكن جاء في باله كذا عمل برضو ممكن ما لقى رواج. ما نقول فشل، لأنه أي عمل يطلع للساحة يعني ممكن يكون له متابعين وممكن أيضا يكون له نقاد، لكن في دعم كبير ريم لقطاع السينما في المملكة والأفلام ودعم الشباب أيضا. أكيد نادر، في دعم جدا كبير، لكن خليني أقول حلو كمان مثل لما قلت يمكن شفنا كثير من الأعمال نجحت، بعض الأعمال يمكن ما لقت الرواج الكافي، لكن لا ننسى أن هذا يعني خليني أقول مجال يعتبر مجال جديد لسه في تطور، فهذا الشيء طبيعي أننا نشوف فيه تفاوت ملحوظ ما بين الأفلام ونشوف نقد، ولازم يكون هذا النقد بناء كمان. في فيلم سعودي شد كريم؟ صراحة تابعت كم فيلم سعودي. هذه سمي، خليني أقول تابعت كم تابعت فيلم ناقة. أوكي، هاليوم تابعت نتكلم فيلم ناقة، تابعت فيلم الهامور. ستار. لا ستار ما تابعته أنا. لا يفوتك هذا. لكن الصراحة تابعت كم فيلم، كنت حابة كذا أخذ فكرة صراحة من ناحية إخراج ومن ناحية تمثيل تطور جدا ملحوظ. طب كيف شفتي ناقة؟ ما كملت الفيلم صراحة. بداية موسيقى تصوير. شوف، يمكن شفنا اختلاف الآراء على هذا الفيلم لأنه فيلم غريب شوي. أيوة. فأتوقع أني لازم أنا أتابعه كامل عشان أقدر أحكم عليه. هو فيلم غريب. علشان اليوم رح نعرف كذا الآراء. بالضبط، عشان كذا اليوم بيكون معنا ناقد فني نتكلم فيه ونفصل هذا واحد من ضمن الأفلام. طبعا أكيد إحنا ما راح نركز فقط على فيلم واحد، راح نتكلم بشكل موسع عن الأفلام السعودية وأيضا صناعتها. وأيضا ريم عندنا موضوع أيضا مهم راح نتكلم عنه اليوم، اللي هو الإيرادات والنفقات الموازنة التقديرية السعودية عام 2024. وأكيد أنه دائما الميزانية السعودية ولله الحمد الأهم أنها تكون بشفافية عالية، يعني وقت إعلانها يكون الجميع عارف عنها، وبرضه يكون في ترويج كبير أيضا لجميع التفاصيل اللي تكون مثلا ميزانية تأثرت فيها أو حتى مثلا تعافت أو حتى العجز. فهالشيء هذا أنا متأكد أنه ما هو موجود في أي دولة، أنه يكون في طرح شفاف من قبل الحكومة ومن قبل وزارة المالية للمواطنين. فأنا دائما أقول يعني أنا أتفائل صراحة في الميزانية، وإن شاء الله أنها تكون ميزانية خير وبركة علينا بإذن الله. صحيح نادر، نحن شفنا البيان لوزارة المالية لإيرادات ونفقات العام الجاري وأيضا عام 2024. أكيد أن في الكثير من النفقات، في يعني نحن بنحاول أننا نوصل إلى 2030 ونحقق رؤية 2030. فخلينا أقول حلوة هذه الشفافية مثل ما ذكرت نادر، وخلينا كمان نتوجه لأحد مواضيعنا اليوم اللي راح نتحدث فيها عن فئات التأمين الصحي في المنظمات الحكومية والمنظمات الخاصة. وطبعا دائما الدولة بتضع الأشخاص في الأولوية سواء في القطاعين العام أو حتى في القطاع الخاص، لكن اليوم حنعرف كل هذه الأنظمة والقوانين. أكيد ريم، التأمين الصحي والتأمين الطبي أكيد في فرق بينهم، لكن البعض ممكن ما يفرق بين الشيئين، تأمين طبي أو تأمين صحي. عشان كذا احنا اليوم راح نتكلم في الموضوع، راح نتكلم برضو عن حقوق الموظفين من ناحية التأمين الطبي عند ارتباطهم بأي منشأة، وبرضو حقوق المنشأة على الشخص المراجع والعكس صحيح. فأكيد أنه هالأشياء هذه تعتبر أيضا يعني من ضمن أولويات الدولة اللي تقدمها للمواطن العامل أو حتى المقيم العامل في المملكة العربية السعودية. أكيد نادر، ويعتبر التأمين الصحي للموظف في القطاع الخاص ركن ومطلب أساسي في جودة الصحة والرفاهية والسعادة، وأيضا بيعزز البيئة العملية كمكان آمن ومحفز للإنتاجية، وبيحقق التوازن بين احتياجات الموظف ومتطلبات العمل، وبيعكس الاستثمار في الأصول البشرية كمفتاح لنجاح هذه المؤسسة. أكيد لتفاصيل أكثر خلينا نتابع هذا التقرير ونكمل معكم. التأمين الطبي هو عقد بين شركة التأمين والموظف
يتعهد بموجبه الموظف بدفع أقساط محددة مقابل أن تتعهد شركة التأمين بدفع نفقات العلاج الطبي له في حالة مرضه أو إصابته. في المملكة العربية السعودية تم إلزام أصحاب العمل بالتأمين الصحي على جميع العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، ويعد التأمين الطبي من أهم الوسائل التي تضمن حصول العاملين في القطاع الخاص على الرعاية الصحية اللازمة في حالة المرض أو الإصابة، كما أنه يساعد في تقليل الأعباء المالية على العاملين وأصحاب العمل في حالة حدوث أي طارئ صحي. ويوجد نوعان رئيسيان من التأمين الطبي للقطاع الخاص: التأمين الصحي الجماعي، وهو التأمين الذي يقدم لمجموعات من الأفراد مثل العاملين في الشركات أو المؤسسات، والتأمين الصحي الفردي، وهو التأمين الذي يقدم للأفراد بشكل فردي. أكيد مثل ما تابعنا مشاهدينا عن التأمين الطبي، أو خلينا نتكلم برضو عن التأمين الصحي، عشان كذا اليوم احنا بنفصل في هالموضوع بشكل أوسع. ويسرنا نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ سليمان بن معيوب، وهو المستشار والخبير بالتأمين الصحي. أهلا وسهلا فيك دكتور سليمان، وحياك الله. الله يحييك، يا أهلا وسهلا. دكتور منور استوديو اس بي سي، وإحنا دائما في استوديو اس بي سي نحاول أن نبرز بعض المواضيع المهمة اللي تفيد المشاهد وبرضه تفيد يعني العامل سواء مواطن أو حتى مقيم. بالبداية إحنا بنتكلم عن اليوم عن التأمين، لكن الآن أبغى نفصل أو نوضح للناس، لأنه يكون عندهم لبس ما بين التأمين الطبي والتأمين الصحي، ممكن البعض يعتقد أنه واحد، فأودي أن نتكلم بشكل أوسع عن الفرق بينهم. أوكي. سؤال جدا أعتقد أنه مهم بالنسبة للعامة من الناس، لأنه في فرق بين التأمين الصحي والتأمين الطبي، لكن هو في العموم هو تأمين صحي أشمل ويعني ويكون متكامل أكثر. صحيح. لكن إذا بنفرق بين النوعين هذه، إحنا لما نقول والله تأمين صحي معنى كذا أنه رعاية صحية كاملة. صحيح. والرعاية الصحية الكاملة تتضمن جانبين، الجانب الأول اللي هو الجانب الوقائي، والجانب الآخر اللي هو الجانب العلاجي اللي نقول عليه الطبي، في تدخل طبي. فالمسمى في الأصل هو التأمين الصحي، لأنه أشمل وأكمل، يشمل الإجراءات الوقائية والإجراءات العلاجية. هذا اللي هو اللي دارج في السوق، مش في السوق السعودي فقط لا غير، وإنما في العالم كله، لأنه إحنا نسميه ما نسميه medical insurance بالإنجليزي، لا إحنا نسميه health insurance أو health care insurance، هي رعاية صحية. صحية. جميل. أكيد دكتور سليمان أن الدولة اهتمت بالرعاية الصحية للمواطنين وأيضا المقيمين، خصوصا خلينا أقول في القطاع الخاص. فاليوم خلينا نتحدث عن أهمية التأمين الصحي. طبعا الدولة يعني استشرفت أهمية التأمين الصحي بالنسبة للمواطنين وبالنسبة للمقيمين، خاصة في القطاع الخاص. يعني لو نجي للتاريخ التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية، يعني موجود هو تقريبا من 2005، وعلى ضوءه صدر نظام مجلس الضمان الصحي اللي بدوره قام يعني إصدار اللوائح والأنظمة اللي تنظم عملية التأمين الصحي. طبعا أهميته تكمن في عملية أنه لابد يكون هناك رعاية صحية شاملة متكاملة لهذه الشريحة من المواطنين أو المقيمين العاملين في القطاع الخاص، على أساس أنه ما يكون في التزام من جانب الدولة تجاه الشريحة هذه. طبعا الأهمية تكمن في إيش؟ أنه لابد يكون في نظام، هذا أول شيء، لابد أنه يكون فيه ضوابط موحدة لهذا النظام، لابد أنه يكون في عملية الأقساط التأمينية، لابد أنها تكون عادلة ومنصفة لشركة التأمين وللمستفيدين أو أرباب العمل، على أساس أنه ما يكون في منافسة شريفة، وعلى أساس أنه ما يكون في عملية تلاعب فيه. جميل. فهذه الأهمية. لكن نرجع ونقول أنه لابد أن يكون العامل في القطاع الخاص يكون عنده رعاية صحية شاملة وكاملة، على أساس أنها تكمل الدورة في القطاع الخاص، على أساس أنه يكون في ميزات للموظفين. جميل. دكتور سليمان، ذكرنا وإحنا فندنا وتكلمت، أنت ذكرت أن التأمين الصحي الشامل هو يكون ممكن شامل الصحي، لكن إحنا الآن قاعدين نشوف في الشركات والقطاع الخاص ما قد سمعنا كلمة التأمين الصحي، دائما نسمع التأمين الطبي،
وعلى حسب مفهومي يمكن تصحح لي أنت، التأمين الطبي فقط يستدعي الحالات المرضية والطارئة ممكن، أما التأمين الصحي ممكن يكون تكلفته وكوسته عالية على الشركات، فليش إحنا ما إحنا قاعدين نشوفه برضو عند بالقطاع الخاص وعند الشركات؟ لا يمكن في بداية التأمين الصحي نقدر نقول والله إنها شركات التأمين ركزت على الجانب العلاجي فقط لا غير في حالة الطوارئ والأشياء الأخرى، لكن مجلس الضمان الصحي كل 3 سنوات يأخذ على عاتقه أنه لابد من عملية تحديث لوثيقة التأمين الصحي، يعني على أساس المنافع اللي تعطى لهم، مثل المنافع زيارة شو اسمه الأطباء، مثلا العلاج، مثلا برامج الحمل والولادة، برامج فحوصات ما قبل، بالضبط. فبدأ في عملية إدخال الجانب الوقائي فيها، يعني مثلا احنا في التحديث الأخير الآن صار في عملية تكميم، على أساس ليش عملية التكميم؟ على أساس هو إجراء وقائي، أنا راح أدفع فيه مثلا 20,000، راح يكلف شركة التأمين 20,000، لكن ليش أنا أدفع 20,000؟ لأنه على أساس أنه ما يكون فيها نتائج سلبية مستقبلا من السمنة، أنها ممكن تجيك الضغط، ممكن يجيك السكري، ممكن يجيك أمراض القلب، فأنت تدفع 20,000 ريال على أساس أنه ما تجي الأمراض هذه كأجراء وقائي، ما تجي علاجية وممكن تكلفك 100,000 ريال. صحيح. فعشان كذا الآن نقدر نقول والله أنه هو تأمين صحي، وبدأت شركات التأمين مع المساعدة. بس ما يكتب بالوثيقة، يكتب تأمين صحي أو تأمين طبي؟ لا، تأمين صحي بالوثيقة. بالوثيقة تأمين صحي. تأمين صحي. طيب دكتور، هل نقدر نقول ان اليوم التأمين الصحي الخاص في القطاع الخاص شامل وكامل؟ يعني مثل ما ذكرت ان في الكثير من العلاجات او خلينا اقول حتى العمليات الوقائية اللي بتكون شاملة التأمين الصحي. لا، هو يعني هو غير شامل، يعني البرنامج او التأمين الصحي اللي موجود في القطاع الخاص هو ليس شامل وكامل، وانما نقدر نقول عليه انه يعني يغطي الأجراءات الطارئة فقط لا غير. أيوة. هذه هي. لكن زي ما ذكرت أنه لا، في الآن اتجاه على أساس أنه ما يكون بس الإجراءات الطارئة العلاجية، لا، لابد يكون فيها إجراءات وقائية. زي ما نعرف الآن أنه وزارة الصحة الآن يعني صدر عندنا نظام مركز التأمين الصحي الوطني، وهو شامل كامل، ما راح يكون فيه استثناءات ولا شروط ولا فيه قسط يدفعه المواطن، ولا راح يكون محدد المدة برضو. بالضبط، فهيكون شامل كامل. لكن في القطاع الخاص لا، هو محدد على أساس أنه هي شركات التأمين تغطي أخطار محددة فقط لا غير. لكن هل هذا راح يستمر؟ لا، احنا نطلب من شركات التأمين أنه لا، لابد يكون في عندنا إجراءات وقائية على أساس أنه يكون عندنا إجراءات العلاجية. طيب وش الهدف منها؟ أنه على أساس أنه نقول والله لابد يكون عندنا كفاءة إنفاق فيها، أنه لا يمكن إحنا بس ننتظر لحد ما يمرض الواحد بعدين نرجع نعالجه، لا، لابد إحنا نبدأ في الإجراء الوقائي أول. صحيح، بالضبط. وهذا أساس الآن اللي ترتكز عليه أيضا رؤية 2030 برفع جودة الحياة بالوقاية، ونشر أيضا الرياضة، علشان كذا يعني ممكن بعض خلينا نقول المنشآت الخاصة تهمل الجانب هذا. حتى الآن ممكن دكتور سليمان أنه لو تكون مثلا في مراجع ذهب لأحد المستشفيات يبغى يراجع، ممكن ينتظر موافقة على حالته من قبل شركة التأمين. صحيح. هالشيء هذا هل هو منتشر فعلا؟ وهل هو إذا منتشر هل له عقوبات؟ وكيف الشخص ممكن يقدر يتقاضى من شركة التأمين؟ هو إذا كان فيه أي مشاكل، يعني مخالفة من أي شركة تأمين، يعني هناك إجراء يعني حضاري، ومجلس الضمان الصحي وضع يعني لجنة لفض المنازعات فيما بين المستفيدين. طيب لو حالة طارئة دخلت المستشفى؟ لا، الحالات الطارئة دائما تؤخذ بجدية ولا يسأل فيها، لا، بدون انتظار موافقة. حتى الآن لما يكون أنت عندك الآن، حتى لما يكون ما عندك أنت تأمين وتروح المستشفى خاص وهي حالة طارئة. صحيح. ما راح يسألونك عن التأمين، عندك تأمين ولا لا، حالة طارئة لابد أن يأخذوا فيها، يعني مهددة للحياة، ما في مجال انك تسال فيها ابدا. وزاره الصحه ايضا يعني متكفله باي تكاليف للمستشفيات او المراكز الطبيه اللي تعالج مثل هذه الحالات. جميل. دكتور، ما هي معايير اختيار شركات التامين الصحي المناسبه؟ كيف يعني اذا احنا نبغى نقول والله انا كصاحب عمل مثلا عندي مجموعه من الموظفين وابغى يعني اختار لهم التغطية التأمينية، احنا نسميها تغطية تأمينية للتأمين الصحي،
انا لابد اني انا يعني لابد انها تكون ميزه. طبعا في حد ادنى من مجلس الضمان الصحي لا يمكن ينزل عنها رب العمل في 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 اختيار التغطيه التامينيه، لكن في بعض ارباب العمل يقول لك لا انا ابغى موظفيني مثلا ما يكون على السي فئه السي، لا انا ابغاهم مثلا على الاي او على الفي اي بي. معنى كذا انه انت مستعد انك تدفع زياده على اساس المنافع اللي راح يحصل عليها من الرعايه الصحيه تكون اعلى. وهذه يعني موجوده، نقدر يعني نقول لابد ان احنا ناخذ في المعايير انه قوه الشركه كاسم، جوده الخدمات اللي هي تقدمها، وايضا لابد ان احنا نحط في الاعتبار انه الاقساط التامينيه. يعني شركه التامين كل ما يكون عندها محفظه تامينيه لعدد كبير من الوثائق كل ما تكون الاقساط حقتها اقل، لكن اذا كانت المحفظه اقل معنى كذا الاقساط هتكون اعلى. لكن هذه معايير نقدر نقول عليها مبدئيه، انت كرب عمل ايش تبغى تعطي موظف؟ تبغى تعطيه المينيمم العادي الحد الادنى او تبغى تعطيه ميزه اضافيه؟ دائما ارباب العمل يبغون يحطون ميزه وظيفيه للموظف على اساس انهم يستقطبونهم، فيجي يقول والله انا ابغى فئه في اي بي. فهي والجميل انه ايضا طاقم عملك يعني يتمتع بصحه عاليه يعني في حال توفير فيها جيده. طيب دكتور سليمان، بنتكلم عن الامور الماليه الان، ممكن نبغى نتكلم برضو عن ابرز المشاكل اللي تمر فيها شركات التامين. ممكن انه بعض شركات التامين تدخل السوق براس مال ضعيف فتترتب مشاكل كثيره، هل فعلا الاشياء هذه موجوده عندنا؟ لا، هي رؤوس الاموال ما نقدر نقول عليها ضعيفه، لا يعني تغطي. خلينا لا، هيئه التامين الان ملزمه اي شركه تامين داخله الى القطاع لابد يكون راس مالها لا يقل عن 300 مليون كشركه جديده الان. اول مره داخل السوق 300 مليون. 300 مليون معنى كذا انه عندها الماليه انها تاخذ الاخطار او انها تعطي التغطيه التامينيه. بس اعتقد صار في دمج لبعض الشركات سابقا. نعم. بسبب رؤوس المال لما دخلوا السوق بشكل ضعيف يعني. لا، مو بانها ضعيفه، بس على اساس انه عندهم مثلا محققين خسائر، مثلا في سوء اداره، ما توقعوا السوق. ايه ممكن هذه هي، لكن يعني هيئه التامين الان يعني ماخذ الامر بجديه وقاعده تسعى الان انه لابد يكون في عمليه اندماجات بين شركات التامين على اساس انه يكون في قوه لشركات التامين، قوه ماليه تقدر انها يعني تفي بأي التزامات ماليه مستقبليه، اللي هي الالتزامات الماليه اللي هي دفع المطالبات اللي يقدمونها المراكز او المستشفيات. جميل. دكتور، في حال أي شخص واجه مشاكل مع الأشخاص اللي هم مقدمين الرعاية الصحية في التأمين الصحي، إيش التصرف السليم في هذه الحالة؟ طبعا دائما رضا العميل دائما يكون صعب، يعني هو رضا ومن حقه، هو الأولوية طبعا ومن حقه، لأنه هو مدفوع له قسط، يعني مدفوع له قسط على أساس أنه يأخذ المنفعة، وهي منفعة. يعني اللي يفرق مثلا التأمين الصحي أنه أنت قاعد تحصل على منفعة وليس على تعويض، هم ما يعطونك فلوس، هم يعطونك منفعة. المنفعة هي عبارة عن الرعاية الصحية اللي هو حق أيضا من حقه. وحقه. لكن إذا كان فيه أي إشكالية، يعني زي ما ذكرت مجلس الضمان الصحي عنده لجنة الفصل في المنازعات، ممكن هو يرفع شكوى. وأنا أشوف أنه إجراء حضاري، أنه لما يكون في بيني وبينك أي مشاكل أنه في جهة رسمية أنا ممكن أتقاضى أنا وإنت فيها، وهذا إجراء يعني موجود في كل دول العالم مش في المملكة العربية السعودية. وفي حالات كثير يعني في ناس رفعوا شكوى أو قضية ويكسبونها، إذا كان الحق لك ليش ما تأخذه؟ أكيد، حتى مجلس الضمان الصحي دائم يعني يوعون الناس، وحتى في رقم ما أعتقد واحد 92011177 من واقع تجربة، يعني بنفس اللحظة تتصل أنا متأكد الشكوى راح تحل، لأن عندهم آلية جميلة صراحة في القرب أيضا من جميع المستفيدين. إحنا أكيد نشكرك دكتور سليمان بن معيوف، مستشار وخبير بالتأمين الصحي، شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا على الاستضافة. يعطيك ألف عافية. شكرا لك دكتور. ومشاهدينا أكيد مكملين معكم حلقتنا لليوم، راح نتوجه لفاصل قصير، خليكم قريبين. حي العين مشاهدينا الكرام، احنا بناخذكم فقره اخباريه ايضا مع بعض التقارير الذي رصدناها لكم ورصدها لكم مراسلونا. البدايه في خبرنا الاول والابرز واللي ينتظره
أكيد عشاق كرة القدم، حيث تتأهب مدينة جدة أو محافظة جدة لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2030 بعد ساعات قليلة باستعدادات كبيرة لاستقبال الجماهير من كافة أنحاء العالم، إذ تقام أولى المباريات اليوم الثلاثاء بمواجهة نادي الاتحاد بطل دوري روشن السعودي وفريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل أوقانوسيا. وأيضا أشار اتحاد الكرة السعودي أن الكرة الرسمية لكأس العالم للأندية 2023 تحمل كونكيست 24 برو. أيضا ريم يتاح حجز التذاكر عبر التطبيق الرسمي لفيفا. وكمان نادر يذكر أن الفرق المشاركة في البطولة بالإضافة للاتحاد وأوكلاند سيتي هي نادي مانشستر سيتي، نادي أوراوا الياباني، النادي الأهلي المصري، نادي ليون المكسيكي، فلومينينسي البرازيلي، ونادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي. خلينا نشوف الفيديو مع بعض. This is your destiny. You'll struggle, suffer. It will be painful, very painful. You might feel like the world is against you. Some will try to put you down and discourage you. You might feel like you want to hold back everything, maybe. But hey, you are the heroes. The cup was made for you. A golden cup for the golden heroes. It is your destiny and our destiny too, the fans. We are strugglers. We suffer in pain. Because this is a fighters club. And we are true lovers. We love it because it resembles us. It suffers, but rebounds. It struggles, but is fearless. This is your destiny, and you are miracles. So fight. Fight for yourselves. Fight for us. Fight for the kids, for the families, for your history. Fight with everything you have got. This is what we want our heritage to be, and we will not want it any other way. Because you know, we know, in the end, we're gonna win. Because this is our destiny. Bring it home. أكيد احتضان مثل البطولة في المملكة العربية السعودية ريم هي واحدة من ضمن البطولات والمنافسات التي تحتضنها المملكة، ولكن الأهم احنا بدورنا أكيد قلوبنا دائما مع ممثل الوطن نادي الاتحاد اللي يخوض أيضا مبارياته اليوم أمام أوكلاند سيتي. وما ننسى ريم أن البطولة هذه جوائزها مليونية، أي بمعنى أنها حتطلع بشكل جميل وبشكل استثنائي. ليش يا ريم؟ لأنها في المملكة العربية السعودية. أكيد نادر، كنا ننتظر كأس العالم للأندية 2023 اللي طبعا راح يبدأ اليوم بمواجهة قوية بين أوكلاند سيتي ونادي الاتحاد، أكيد بالتوفيق للنمور. وخلينا أيضا ناخذكم إلى هذا الخبر معنا لليوم. اختتمت هيئة فنون الطهي مهرجان الوليمة للطعام السعودي في نسخته الثالثة، واللي استمر لمدة 17 يوم في جامعة الملك سعود بالرياض. طبعا هذا المهرجان شهد حضور لافت أجاوز 115 ألف زائر من مختلف الجنسيات، واستهدف المهرجان التعريف بتراث المملكة من خلال وصفاتها الغذائية المتنوعة والأصيلة. أكيد ريم، وأيضا تنوعت الفعاليات اللي أقيمت بتنوعها الجميل أيضا وبطابعها الثقافي المحلي، والتي شملت ورش الطهي ومناطق خاصة تحتضن تراث الطهي ومشاركة دولية من اليونان. تقدريم من الأماكن الجميلة صراحة أنا زرتها واستمتعت فيها، وعلى فكرة يعتبر من الأماكن اللي رحت لها وزاد وزني. أنت رحتي لها؟ لا ما رحت للأسف يا نادر، كانت الخطة أني أروح لكن للأسف أني ما لحقت. ما شاء الله مع كثر الفعاليات اليوم قاعدة تصير عندنا في المملكة العربية السعودية الواحد صار يحتار. بالضبط، أنا جيت المكان صراحة استمتعت وانبسطت يا جماعة الخير. من أول ما تدخل في يدي يستقبلك ويرحب فيك يا هلا وسهلا، تدخل يمينك تحصل البيت الحائلي، بجنب البيت القصيمي، الطائف، الباحة، المدينة، كل مناطق المملكة موجودها أيضا بطابعها الجميل وبأكلاتها المتنوعة وأيضا بحرفها اليدوية الجميلة، وبرضو موجود الطابع أيضا المدرن للمطاعم والكافيهات. فأنا أعتقد اللي ما راح يريم فات نص عمره.
نحن بنتكلم ما شاء الله نادر عن 115 ألف زائر، وكمان من مختلف الجنسيات، كله بيتعرف على تراث المملكة، ثقافة المملكة والأكلات الشعبية أيضا في المملكة العربية السعودية. نادر، لما رحت هل يعني تعرفت كذا على أكلات ما كنت تعرفها؟ أنا تعرفون نظام يا جماعة الخير، أهم شيء مطبوخ أكله، ولا أسأل إيش نوعه، يجوز لي هاته. لا، لكن لازم يكون عندك ما شوية معرفة. لا، هو أكيد إنه هو شيء لذيذ. لذيذ صراحة. كل أكل المملكة لذيذ. بالضبط، فأكيد كل طابع من مناطق وطننا يعني يتميز بأكلة معينة وجميلة. عموماً بنروح أيضاً لتقريرنا القادم، حيث انطلق أسبوع مسك للفنون بنسخته السادسة في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون بالرياض، الذي ينظمه معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان مسك. خلونا نتابع. هدف الفعالية هو نشر مفهوم الفن بين أوساط المجتمع، استجذاب الفنانين وإطلاق المجتمع من كافة الفئات. عندنا أنشطة كثيرة ومتنوعة مختلفة في أسبوع مسك الفنون، من ضمنها 5 معارض فنية، أيضاً 84 ورشة عمل. عندنا جولة للعائلة تقدم للأطفال مع عائلاتهم خلال الفعالية. بالإضافة لذلك عندنا معرض للكتب الفنية مختص ببيع الكتب الفنية. عندنا أيضا سوق الفن والتصميم، فيها أكثر من 80 فنان ومصمم يبيعون أعمالهم الفنية وأعمالهم التصميمية. إضافة إلى ذلك عندنا جدول من البرامج التعليمية بالشراكة مع جهات وجامعات محلية وعالمية. أول شيء حبيت أشكر معهد مسك الفنون على إتاحة الفرصة أني أشارك في سوق الفن، وإتاحة لنا كفنانين شباب سعوديين أن احنا نشارك بدون أي تكاليف، ودعمونا في كل التفاصيل أن احنا ننجح. الحمد لله حاولت أنقل التقاليد السعودية والثقافة السعودية في أعمالي، وإن شاء الله أنها حازت على رضاكم. الحمد لله تعرفت على الناس والناس تعرفوا على فني، هذا الشيء يعني متاح لأي شاب سعودي أن يشارك فيه. بالنسبة لمشاركتي مع زملائي الرواد كانت تجربة جديدة، وجدت صداها عند الجمهور وتفاعلوا مع طريقة العرض الحديثة، اللي طريقة طبعا حديثة جدا، وجدتها في فنانين عالميين في فرنسا عرضوا لهم بالأسلوب ده. هذا دليل أنه فعلا أنه مسك تتقدم وبتطور الحركة التشكيلية السعودية. يعطيك ألف عافية زميلنا يزيد العقيل على هذا التقرير. وكلنا شفنا طبعا أسبوع مسك للفنون، اللي أكيد أنه بيحتفي بالفن والثقافة في المملكة العربية السعودية، وأكيد بيعطينا فرصة وبيعطي فرصة لإبراز المواهب الشبابية ودعمها أيضا. أكيد ريم، مثل هالمعارض والفعاليات هذه جميلة أنها تمزج الفن وتمزجه برضو أيضا بالحضارة وأيضا الثقافة المحلية، خصوصا نتكلم عن يمكن أكثر من 100 فنان تواجدوا في المكان، كل واحد صقل موهبته يعني وطلعنا بشيء جميل وأيضا شيء يليق أيضا باسم مسك. أكيد نادر، وخلينا أيضا نأخذكم إلى الطيار الدرون خالد المحيش اللي بيحدثنا في هذا التقرير عن أهم المعلومات والمزايا لاستخدامات الدرون، وكيف كمان نجح في التسويق للمواقع السياحية باستخدام التصوير الجوي. خلونا نشوف مع بعض. التصوير الجوي باستخدام طيارة الدرون.
يحدثنا عنها أكثر خالد المحيش الحاصل على الرخصة من هيئة الطيران المدني لاستخدام هذا النوع من الكاميرات، يتكلم عن المزايا والمعلومات المهمة لاستخدام هذه التقنية. أنا اسمي خالد المحيش، درون بايلوت، مصرح من هيئة الطيران المدني 107، أعمل في مجال التصوير الجوي. الدرون لها استخدامات عديدة، ولكن ممكن أني أذكر بعضها، اللي هي منها التصوير والمسح الجيولوجي، وفي بلدان ثانية برضو يستخدمونها للزراعة والمحاصيل ورشها، ففي لها استخدامات مرة كثيرة، وبرضو تستخدم لمجال الترفيه برضو. التصوير الجوي بيعطي منظور مختلف للأماكن السياحية والآثار اللي موجودة في المملكة، فالتصوير من الجو بيعطي فكرة أدق أو منظور آخر من التصوير الأرضي. طبعاً التصوير الجوي بيعطي جمالية أكثر للمناطق اللي موجودة أو المعالم السياحية. الدرون يعتبر حاجة جديدة ومنظور جديد للجمال اللي يطلع منها، فحتى التصوير للإعلانات بدأوا يستخدمون فيها حتى الدرونات، وفي بعض الدرونات يعني تكون قريبة من مستوى الأرض بحيث أنها تأخذ صورة بانورامية أو مختلفة، وبتسهل عملية الإديت، عملية التصوير والمونتاج. طبعاً الدرونات مو كلها تحمل نفس الكاميرا، طبعاً في بعض الدرونات الصغيرة بتحمل كاميرات خفيفة دقتها ليست عالية، بس تتعدد أنواع الدرون، إلين في درونات ممكن تقدر تشيل إلى 2 كيلو 2.5 كيلو من الكاميرات الثقيلة مثل الريد والأشياء هذه لتصوير بجودة عالية. لابد يكون في وجود تصريح، ثم بعد ذلك الأحوال الجوية. فطبعا الدرونات تختلف أوزانها، فإذا طاحت من الجو يعني قد تسبب ضرر وكذا، فلازم تكون الأجواء تكون مناسبة للتصوير، يعني لا يكون الجو مرة غابر أو يكون ممطر. الدرونات زي ما قلت أنا في منها أنواع، النوع هذا من الدرون مثلا اللي يطلع صور في الجو بتكون أعدادها شوية كبيرة، يعتمد على نوع الصورة اللي راح تطلع في الجو. إذا كانت الصورة ذات دقة عالية وفيها أشياء كثيرة، فأنت راح تحتاج تقريباً من 1000 إلى 1500 طيارة في نفس الجو، وراح تكون مربوطة بجراوند ستيشن، فراح تعطي الحركة راح تكون منسقة بين اللي هو جراوند ستيشن، هو اللي يعطي البوزيشن لكل طيارة وين توقف وإيش اللون اللي هي تطلعه، فعشان كده يرسمون صورة جماعية. طبعاً الدرونات بدأت من وقت قديم جداً، بس أنا يعني دخولي لها كان تقريباً من عام 2018 تقريباً. بدأت فيها وشفت أنه فيها بوتنشل وفيها يعني أفكار جديدة. طبعاً مجال الدرون بيتجدد كل مرة وبيرتفع أكثر أكثر، فالآن وصلوا حتى أنه في صورة تقدر ترسمها في الجو. في درونات برضو تخصصها أكثر يعني دقة مثل المسح الجيولوجي، هاي تكون أدفانس وأعلى في التقنية. الحابين والراغبين بدخول المجال درون لابد يكون حريص إنه يتبع الإرشادات ويتبع يطلع الموافقة من الجهات المختصة قبل بدء يعني في عملية الدرون. ويكون طبعاً التصريح ما راح يكون صعب جداً، هو متاح للجميع، بس عليك إن أنت تقدم وراح يوافقون على طلبك. بعدها تبدأ عملية استكمال الدرون وتجيب الدرون وتبدأ تجربها طبعاً بموافقة من هيئة الطيران. نشكر أكيد زميلتنا سارة سالم على التقرير وعلى النشاط الجميل صراحة اللي قاعدين نشوفه من سارة، دائم ترصدنا بعض الأشياء الجميلة سواء فعاليات أو حتى قصص نجاح أو حتى تشارك برضو معنا أشخاص لهم بصمتهم في المجتمع. فأكيد مثل ما شفنا الشاب خالد يعني وعشقوا لتصوير الدرونز أو الطيران، خلينا نقول يعني الطيارات الصغيرة هذه احنا نعرفها أو عامة الناس يعرفونها. ريم أكيد إنه أنت لك تجارب مع التصوير، أوكي، وممكن إنك تكونين فكرتي تصيرين مصورة وفشلتي أو نجحتي، ما أدري، أنا قاعد أسألك. لا شوف صراحة تصوير الجوال لعبتي، غير كذا يعني لا الصراحة. أيوة. وعموما يعني الدرون من الأشياء اللي احنا نشوف أوكي الجهاز بسيط وشكله سهل، لكن أكيد إن التصوير بالدرون جدا صعب. انا اتوقع انه يعني اصلا الجهاز نفسه معقد،
لكن ما شاء الله اليوم بنشوف الكثير من المصورين والمصورات أيضا الشباب المبدعين. والحلو أيضا أنه مع كل الفعاليات اللي بتصير في المملكة العربية السعودية بيكون في دعم لهذول المصورين لأنه هم اللي بيوثقوا كل هذه الفعاليات. يعني صراحة بنشوف فيديوهات وأعمال جدا رائعة منهم. بالضبط ريم، تعتبر الدرون يعني من خلينا نقول يعني من طرق التصوير الاحترافية الجميلة، ولكن أيضا فيها خطورة. ولكن عشان بس يعني ننوه أنه أكيد ما حد يقدر يقتني الطائرة الخاصة بالتصوير إلا بتصريح من هيئة الطيران المدني، تكون يعني مصرحة وموثقة لك بأنك تقدر تزاول المهنة أو حتى أنك تطلع يعني بشكل جميل. وأيضا ريم لو رجعنا للدرونز بشكل عام، ترى تستخدم بأمور عسكرية صحيح، في أيضا حروب كثيرة الحين قاعدين نشوفها يعني ما بين يعني روسيا وأوكرانيا، كثير الدرونز قاعد يسوي الهوايل بين الروس والأوكرانيين، فتعتبر بالأساس يعني لها استخدامات عسكرية، فما بالك عاد باستخداماتها السلمية لما نشوف مناظر جميلة أشياء حلوة مثل يرسلونها لنا مصورين. لا احنا دائما نبحث يعني عن الاستخدامات الإيجابية، لكن اكيد ان طائرة الدرون لها مثل ما قلت نادر استخدامات كثير، لها انواع ايضا كثير، يعني احيانا حتى بتوصل لاسعار يعني ممكن تكون خيالية وجدا عالية. طبعا هذا كله بيفرق الجودة، طرق استخدامها وغيره طبعا الكثير. وايضا ريم ترى في ناس مدمنين عليها طائرة الدرونز، يعني أنا عندي أخوي سلمان أمسي عليه بالخير من أكثر الناس المدمنين على الدرونز، طاحت منه تقريبا في الأرض 3 طيارات، طبعا هي كلها مصرحة ومرخصة وكل مرة بيشتري واحدة جديدة ومع ذلك تطيح والثالثة طاحت والآن تو مشتري جديدة. اكتشفت وجلست معاه يعني ليش أنت قاعد تسوي كذا؟ كان أنا أحب هالمهنة، لا أحب هالشيء. أكيد نادر إذا هو حاب هذا الشيء وطاحت يمكن الطيارة 3 مرات أكيد إنه هو حيرجع يعني يحاول مرة ثانية. عموما مشاهدينا أكيد مكملين معاكم حلقتنا لليوم ومواضيعنا، لكن راح نتوجه لفاصل قصير وراجعين. حيا العين مشاهدين الكرام، وأكيد مكملين معكم حلقتنا لليوم. مشاهدينا، الأعمال السعودية ما بين الدراما والأفلام وما بين الدعم وما بين أيضا المواهب الشابة التي بدأت تكتب وتؤلف وأيضا تطلع لنا بوجيه جميلة. فاليوم راح نتكلم بشكل موسع عن الأفلام السعودية والتجارب السعودية خصوصا اللي عشناها اليومين هذه يعني مع بعض الأفلام اللي طلعت على الساحة. فأكيد نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور فهد سعودي لحياة. يا هلا وسهلا فيك دكتور. يا هلا بكم وشكرا لكم على استضافتي، واهلا بالمشاهدين الكرام. دكتور طلتك منورنا بالبدايه، وانا دائما الضيف اللي يجينا في الاستديو عنده طاقه ايجابيه، احنا نستمد الطاقه منه. الله يسلمك. فبما انك يعني ناقد سينمائي ومطلع على السينما ومطلع على دهاليزها، احنا الان قاعدين نعيش حقبه سينمائيه خلينا نقول جديده ما بعد مثلا افتتاح السينما عندنا في المملكه، مع ان كنا من رواد السينما والافلام في السابق، ولكن نتكلم الان عن الحقبه الجديدة في السينما السعودية، كيف تشوفها من منظور ناقد؟ نحن الآن خطوة عملاقة، هي بدأت على استحياء في المرحلة الثانية في عام 2006 لما تطورت الأشياء الرقمية، لكن اللي حصل في السنوات الأخيرة مع التوجه الحكومة لدعم السينما وصناعة السينما واستثمار الأماكن الموجودة هنا والشروع في بناء استديوهات وانتبهوا للقوة الناعمة، فصار فيه دفعة كبيرة وصار فيه نوع من ال وش أقول لك، فعلًا قلت قفزة عملاقة هي. جميل. صحيح. أكيد شفنا يمكن قفزة مثل ما قلت دكتور في مجال السينما، شفناها اتطورت. خلينا نتكلم عن بعض الأفلام اللي شفناها الفترة الماضية، أفلام سعودية كثيرة منها فيلم الهامور، راس براس، كل هذه الأفلام يمكن ما واجهت انتقاد كبير، لكن شفنا فيلم ناقة اللي واجه الكثير من الانتقاد. برأيك ليش هذا الفيلم بالذات واجه الكثير من الانتقاد؟ طيب ليش الأفلام الثانية نجحت؟ لأنها أفلام كوميدية خفيفة وأسلوب السرد فيها من السرد السينمائي الذي نحن تعودنا عليه. ولما نتكلم سرد لأنه بيحكي حكاية حتى لو كانت الحكاية ليست واضحة زي الشعر أحيانا يكون، فكانت بسيطة ومعروفة، وبعضها كمان كان كأنه مستوحى أو يجاري بعض الأفلام الأمريكية اللي الناس عرفوها أو شافوها، ولا سيما أنه مثلا الهامور عن قصة حقيقية، فهذا كمان يعطي دافع للمتابعة ونجحت كلها والله الحمد. لكن كمان تجي على الناحية الثانية، ناقة ليش فشل؟
جماهيريا. خلينا ما نقول فشل دكتور فهد، خلينا نقول ممكن انه واجه نقد. ليش واجه نقد جماهيريا وايضا عند بعض زي ما تفضلت عند بعض النقاد او متخصصين؟ انا اعتقد لأن الاسلوب صعب فيه شوي وايضا الطريقه ما هي عاديه. صحيح في له مآخذ ولكنه فيلم جميل. الشرط في الفن يا عزيزي المتعه قبل اي شيء اخر، وبعد ذلك نجي نقول الرسالة إذا في رسالة أو ما في رسالة أو عاد أي مجال آخر. أنا شخصياً استمتعت فيه ولا شعرت بالملل، وكنت من اللي قريته. أنا كان مفروض أني أكون في مهرجان البحر الأحمر وأشوفه بس ظروفي ما ساعدتني، فبعضهم قال أنا تركت من الجمهور، أنا تركت من أول الفيلم، أنا ما كملت. أنا وبيردون على واحد من المتخصصين قلت الجامل عشان هذا معاك في نفس الحقل، فكان يحاول يدافع، فأنا كنت جالس متوجس خيفة. وأنا أتبع مبدأ حق سيدني، ناسي اسمه الأول، ولكنه هذا كاتب سيناريو مشهور، يقول أول 10 دقائق هي تحدد تستمر في الفيلم ولا ما تستمر. صحيح. اتبع الأول عشر دقائق ممل دكتور، فهي 10 دقائق. شوف الصورة هذه جميلة جدا، ما أدري هي تبان على الشاشة ولا لا من لقطات، لا لأنه اختار الكادرات بشكل جميل. فأنا كنت بقول لكم المتعة في الأول، بعدين تجي الرسالة. أنت لما تشوف مثلا طبق الفاكهة اللي رسمه فان جوخ وبيتباع بالملايين، أي رسالة فيه؟ ما في رسالة، في تفاحتين وبرتقالة مع بعض. صحيح. تمام. فأنت بس تشوف الجانب الفني، أنا أشوفه ممتع، أشوفه توجهه حديث، يمكن هذا اللي ما عجب الناس هنا. فيه مآخذ عليه، من أهم المآخذ أنه المبالغة في استخدام زوايا الكاميرا وتحريك الكاميرا. صحيح. يمكن هذا الشيء اللي ضايقني في الفيلم دكتور. بالضبط بالضبط، أنا دوخني وعدي قلت يعني هو في شيء اللي هو أسلوبه مختلف. هذا دكتور مشعل. هذا ممكن أسلوب المخرج مشعل الجاسر، نحن نمسي عليه بالخير. أكيد هو أيضا من المواهب السعودية اللي يبدع في الأفلام القصيرة، لكن ممكن الجمهور يقول لك لأنه الفيلم طويل 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 وطويل على قصة، ساعتين هو مدته، فطويل على قصة ممكن تختصرها بنص ساعة أو 25 دقيقة. بعد هو كذا، هذا من المآخذ عليه يعني. خليني أقول لك بس إذا تسمح لي، يعني أنا طريقتي لما بنقد فيلم نقد مفصل أشوفه 3 مرات بصراحة. أول مرة اللي هي الدهشة، وثاني مرة أكون متحفز على أساس أني يعني أبنتقد، والثالث اللي أكون على رواق وريحت ملائكتي التأكيد وهجت وأشوف الفيلم على رواق وأشوف فيه، لأنه كل مرة على المرة تشوف فيه أشياء زينة أو شينة يعني. فالفيلم هذا أعتبره زين، فيه عليه مآخر حنتكلم عنها بعدين أو بعدين لما فصلوا أنا لاحقا، لكن أعتقد مش على هذا أسلوبه زي ما تفضلت. حتى لما بدأ في السلسلة اللي أول سواها اسمها فوليم، فليم يا غليم، حتى لهذا ما هو بس هو كذا طريقته ما شاء الله عليه، يذكرني بيوسف شاهين شوية، فيهم ما راح أقول لحسة ولكن التوجه الفني، هذا الفنانين عندهم أحيانا توجهات. هو والله ما قد قابلته الرجال، لكني أعتقد أنه مميز جدا جدا، ولهم من البداية له أسلوب متميز فيه. وأبدع في الفيلم الممثلة قديرة بالشكل، وتستاهل الجائزة اللي أخذتها، لأنه في الأول استذكرت دمها وهي تبطل الانطباع هذا. صح. ووحدة، وبعدين على فكرة ما هي اللي تلجأ للمكياج وما نعرف إيش، حسب ما يوجهها المخرج مكياجها بسيط وخفيف، ما طلع في يعني البنات اللي معاها الباقيين متمكيجات. صحيح. ما كان هي طالعة الديت، وهي كمان هنا الذكاء فيها، ما هي طالعة لو تحس تزينت يمكن الأب يلاحظ ولا الأم تلاحظ وهي طالعة بالخفاء. طيب دكتور، عشان بس ما نبعد عن النقطة اللي ذكرتها الآن، الفيلم فيه خلينا نقول مثلا انقسامات مجتمعية على الفكرة الموجودة فيه، بغض النظر عن الحبكة وبغض النظر حتى عن التصوير وإلى آخره، كيف أنت تشوف القصة الموجودة فيه مثلا تتضارب مع المجتمع، مع أفكار المجتمع، مع ثوابتهم، مع عوائدهم، مثل ما يصف البعض في مواقع السوشيال ميديا؟ يا سيدي ذكرني الكلام هذا بأول ما طلعت رواية الرياض، بنات الرياض، وقلبوا الدنيا، وهذه ما تمثل بنات الرياض، والمفروض يكتبونها بعض بنات الرياض أو مش بنات الرياض. من هالكلام الفاضي ما في مجتمع متجانس في العالم. صحيح. وبعدين إحنا يا طويل العمر إيش يمثلنا؟ ما حد يمثل أحد، كل واحد يمثل نفسه، والأفلام تمثل وجهة نظر صانعيها فقط. نيجيك للشيء الثاني، عندك أنت البلد مترامية الأطراف، قارة
وفيها السعوديين 22 مليون تقريبا، مختلف الطوائف والمشارب والأشكال والاتجاهات والرغبات. بعدين كل مجتمع احنا قعدنا في وهم على مدى عقود الخصوصية السعودية أو أن الأشياء هذه ما نتكلم عنها عيب، نحكي فيما بيننا، نعرف أنها موجودة لكن ما نظهرها ممكن للعالم، ها؟ لكن ما نظهرها للعالم، ما نظهرها حتى بيننا وبين أنفسنا، وهذا مو صحيح، هذا حقيقي. فأنا ما أشوف في يطلعون بنات مع أولاد من زمان، من قبل، من يوم وأنا صغير وأنا أشوفهم في الطائف وأشوفهم في الرياض. بس معلش دكتور، عشان بس ما نتسهب الجزئية هذه، لأن كل ما يكون موجود في الساحة مو ما ينفع إنه يطلع للناس، مو كل قصة موجودة واقعية نطلعها للسطح، هذا ممكن ردة فعل الناس في الموضوع هذا. هو هذا حكاية والله إنه الأشياء نخليها داخل العائلة ما نطلعها للناس، أنا ما أعتقد هذا صحيح. حنا مجتمع مفتوح، ومن أول مفتوح عشان العمالة بكل أنواعها وأطيافها كانوا يجون هنا. الآن سكان السعودية فوق 30 مليون، 10 منهم غير سعوديين، غير أنه في السنوات 20 سنة الأخيرة صار في سفرات كثيرة يطلعون برا الناس. فلسنا في المجتمع المغلق اللي نحاول ندعي أن احنا مغلقين فيه. والشيء الثاني الآن لما صار فيه انفتاح السياحة، فبالتالي يعني إذا كان كذا كل واحد يطلع لك مثلا في مصر، لما تجيب لك واحد مرتشي يقول لك هذا ما يمثل الشعب المصري، تجيب لك واحد محامي ما نعرف ايش يقول لك ما يمثل الشعب المصري، مو صحيح. أنت عندك شيء تبغى تطرحه، اخترت أنك تأخذ هذا الجانب وتعمل له الحبكة ويطلع بالشكل الجميل فنيا، فهذا راحتك، لكن أقعد أحاسبك ما راح نخلص. صحيح. خلينا نقول يمكن في بعض التصرفات ما بتمثل مجتمع كامل، هي تصرف خليني أقول فردي بيمثل الشخص نفسه، لكن دكتور يمكن بعض الانتقادات توجهت بسبب أنه اليوم الكثير من هذه الأفلام السعودية صارت بتتحدث أو بتوضح يمكن فئة معينة من المجتمع، ومو كل الفئات، فصار التركيز على فئة معينة من المجتمع في هذه الأفلام، فيمكن لهذا السبب الفيلم واجه الكثير من الانتقادات. ليش ما زعلوا الناس عشان والله طلع في حكاية المخدرات وكبسة الشرطة عليهم؟ ليش اهتموا بس بحكاية انه واحد وواحد طالعين؟ انا صراحة شفت الكثير من الانتقادات كانت يعني على امور كثير، حتى ايضا على امور التصوير مثل ما ذكرت، اللي يمكن هذا اللي ميز الفيلم. أيوة. نفسه اللي في اقول لك في جوانب فنية فيها اشياء زينة واشياء شينة، بس انا بصورة عامة لما اعطيه ريتنج، احنا طايحين في حكاية الريتنج، الواحد يقول لك والله انا بشخصي اعطيه 7 من 10. حلو. على الاقل الان انا بس على اساس باخذ منك مختصر للفيلم، الآن الدكتور فهد تقييمك لفيلم ناقة، وإيش هي الجوانب السلبية بشكل موجز عشان نطلع فيه بشكل مختصر للمشاهد. أوكي. الأكبر جانبين سلبيين في نظري أنا، اللي هو المبالغة في زوايا الكاميرا وفي حركة الكاميرا، هذه مزعجة وحين ما يكون لها داعي. هو حيعطيك انطباع مثلا الرقص ولا انطباع الحيرة، لكن هذا مزعج. كثر في البداية من اللقطات الكلوز أب اللي هي المكبرة على نص الوجه، على الوجه كله، هذا حال يعطيك إحساس بالكتمة وأنت هم في سيارة. هذا الشيء. الشيء الثاني الإطالة، في جوانب كثيرة كان ممكن تنشال ويطلع مركز أكثر. طيب والجوانب الإيجابية لازم الجوانب يكون في جوانب إيجابية. لا، الجوانب الإيجابية كثيرة. عندك الإخراج، عندك المونتاج، عندك طريقة الممثلة، طبعا الممثلين كلهم. صحيح. لأن التمثيل إذا الممثلين كلهم أجادوا فمعناته أن المخرج شايف شغله زين معاهم، لأنه طلع حسب ما فيهم كلهم على بكرة أبيهم، حتى الكومبارس. بعدين إدارة في يعني هذا من الأفلام السعودية القليلة اللي يكون فيها إدارة مجاميع. تصوير مجاميع شيء مو سهل. صح. من أشياء الصعبة في التصوير المجاميع والمعارك، والله يكرمكم الحيوانات. وهنا كان في ناقة، وفيها يعني كان تصويره للناقة بشكل عظيم ورائع، وأكيد تعبوا فيها هم يصورونها. صح. والشيء الثالث لما يكون في أطفال، فهذا الأشياء اللي هي صعبة. هذا عنده كومبارس مش كثرهم قاعد يحركهم والكاميرا تنتقل. هنا وهنا. حلو. للأسف بس إحنا ما عندنا هنا، دائما كتبت عنه كذا مرة، ما عندنا برنامج زي behind the scene أو إيش اللي حصل أيام التصوير، عشان هذا بين الناس قديش التعب اللي حصل وقديش قاموا يعدلوا ويصلحوا فيه. صحيح. يمكن هذا الشيء يعني راح يكون أيضا أسهل للأشخاص أنهم هم يقيموا هذا الفيلم. دكتور ذكرت أن تقييمك لفيلم ناقة 7 من 10. أيوة. جميل.
طيب بس على اساس دكتور احنا ما المشاهد ما يقول احنا قاعدين يعني مثلا نبرز بعض الجوانب السيئه للفيلم، احنا اكيد نمسي على طاقم العمل واكيد المخرج الجميل السعودي الموهوب مشعل الجاسر وايضا المواهب السعوديه، احنا بالاخير نعرض وجهه نظر ناقد فني بكل اريحيه، ودائما الاعمال تنجح بالنقد. الان بنروح الجانب اخر قبل ما نقول كذا، بس على فكره لانه حتى فيه نقاد ولا فيه ايضا متخصصين انتقدوا الفيلم بشراسه في مجموعاتنا الخاصه، لكن هذا اللي يصير دائما تلاقي لجنه التحكيم يكون فيها 9 أنفار بالضبط، ينجح الفيلم اللي صوتوا عليه 5 صح، لانه يكون في اختلاف بينهم. حلو، طيب الان خلينا بنروح المحور اخر. الان الافلام السعوديه قاعدين نشوف في وجوه شابه صراحه مبدعه واثبتت نفسها، نتكلم عن مثلا فيلم سطار ابراهيم الحجاج واسماء كبيره، فيلم الهامور فهد القحطاني ابدع فيه، وبالمقابل في افلام سعوديه فقط عرضت في دور السينما ولكن للاسف الشديد ما لقت دور مهم. هل اختيار الاسماء مهم جدا ام اختيار القصه هو الاهم؟ هو المعادله الصعبه واللي المفروض انه يعني العمل الشاطر يوصل لها، اللي هو اللي يحوز على راي النقاد ويحوز على قصدي إعجاب النقاد وإعجاب الجماهير. لكن كمان في أشياء مختلفة، يعني من يحب السيمفونيات إلا أو الموسيقى الكلاسيكية إلا قلة من الناس، الباقيين يقول لك وش اللي زعقون إذا كانت صحيح. أوبرا ولا يقول لك وش هذه كأنها مواعين طاحة مع الدرج لما تكون تكسير. سيمفونية أو أشياء تكسير، لكن تظل فن إذا ما جاز لك هو فن. أنا لما أقول الفيلم والله هذا عجبني ولا هذا زين ولا هذا شين ولا ممل، هذا تذوق. لكن لما أقول لك هو ممل لأنه في إطالة، فهنا صار في نقد. أقول لك والله هو عجبني لأنه في عنصر تشويق وفي كيت وكيت، يعني الواحد يجيب الجوانب اللي تأيد وجهة نظره، هذا النقد. إنما التذوق مفتوح للجميع، عرفت قصدي؟ فهذا المهم، النقد مهم اللي يوجه الناس ايضا. الافلام هذه الان احنا نشوفها، او الفيلم هذا لو كان اجنبي زين ان كان فتحنا عيوننا وقعدنا نتفرج عليه ونقول والله المخرج الامريكي هذا ولا الفلاني، احنا صرنا نتعالى حتى على الافلام العربيه، انا كل شوي خبط في من الحماس بالميكروفون. لكن لابد من عمليه نقد مواكبه تبين الجوانب الصحيحة والجوانب الشينة، وعمره ما ظهرت أي حركة فنية ولا أدبية في العالم إلا يكون معها مواكب لها أو قبلها في حركة نقدية أكيد، هذا اللي بنسميه أيضا النقد البناء. دكتور يعطيك ألف عافية، نورتنا، يعني فعلا اليوم صرنا بنشوف أن في تطور جدا كبير في مجال السينما وتحديدا أيضا الإخراج والوجوه الجديدة من الممثلين اللي بنشوفها اللي صراحة فعلا أبدعوا، يعطيك ألف عافية. الله يسلمكم، شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور فهد الحي. أكيد مشاهدي الكرام احنا مستمرين معكم في حلقتنا اليوم، ولكن فاصل قصير راجعين، خلوكم قريب. حياكم الله مشاهدينا من جديد. ويقبل العديد من الأشخاص على العلاج بطقطقة المفاصل أو الكايروبراكتيك، والكثير من الأطباء بين الموافق والمعارض لهذا الأسلوب من العلاج. المزيد في هذا التقرير خلينا نتابع. النوم والجلوس بشكل خاطئ وحمل الأشياء الثقيلة وغيرها هي أسباب تؤدي إلى حدوث مشاكل في الظهر، مما يعني الإصابة بآلام وتشنجات. وفي بعض الدول والأقاليم يتم علاج الكثير من حالات آلام الظهر دون استخدام الأدوية وبحركات بسيطة، وذلك بالاعتماد على العلاج اليدوي والذي يعرف أيضا باسم العلاج بالطقطقة أو بما يعرف بالكاريوبراكتيك. يتم الإجراء عن طريق وضع المريض مستلقيا في أوضاع معينة لعلاج مناطق الآلام على طاولة مبطنة مصممة خصيصا، ثم يستخدم أخصائي تقويم العظام يده ليخلق قوة مفاجئة على المفصل مما يدفعه إلى ما وراء نطاق حركته المعتادة، وقد يتولد عن هذه الحركة أصوات قرقعة أو طقطقة. ينصح الكثيرون من الأطباء بعدم اللجوء لهذا الأسلوب في العلاج لما له من آثار جانبية، وأنه لا يستند على مرجعية علمية راسخة. وهناك العديد من الممارسين الصحيين في مجال العلاج الطبيعي والشعبي لهم وجهة نظر مغايرة تفيد بأن هذا العلاج هو الأصل وأنه أقدم من العلاجات المدونة في كتب الطب القديمة. حي العين مشاهدينا الكرام، وأكيد مثل ما شفنا في التقرير
اللي يرصد خلينا نقول شيء غريب ممكن عند بعض الناس وحتى ممكن يكون عندنا احنا. احنا اليوم نتكلم فيه بشكل اوسع علشان كذا تنضم معنا اخصائيه علاج الطبيعي ارام العتيبي. اهلا وسهلا فيك ارام وحياك الله. يا اهلا وسهلا فيك استاذ نادر واستاذ ارام ريم عفوا. ايوه بما انك الان اخطيتي اعطيتي اسمك اسم ريم. اللي قايله اسمها حلو والله. ايوه ايش معنى اسمك؟ ارام الشائع من جمع ارم ذات العماد. اوكي طيب الان بنروح للموضوع الاهم بما انه نطلع من الاسماء. الان قاعدين نشوف العلاج بالطقطقه طبعا كثير قاعدين نشوف فيديوهات كثيره منتشره في السوشيال ميديا اللي يفهم واللي ما يفهم كل واحد اللي ما له صنعه قال انا افهم في الموضوع هذا. بالبدايه انا ابغى المفهوم هذا من وين جانا؟ مين اللي فعلا قال فيه علاج طبيعي عند الناس عند عامه الناس؟ هو اللي تفضلت فيه تحت يندرج تحت مصطلح الكاريوبراكتيك اللي هو العلاج اليدوي. هو علم جاينا من الغرب من أمريكا تحديدا بس قبل لا يتم اعتماده علميا كان يعني علاج طبيعي شعبوي يعني طبيب شعبي يطبق أشياء عشوائية قبل لا يتم اعتمادها علميا وخلينا نقول تكون تحت قوانين آمنة حتى يتم ممارستها بشكل آمن على الإنسان تقريبا أو المريض خلينا نقول. هي ضروري أنه يكون ممارسها متخصص ما يكون من عامة الناس زي ما تفضلت قبل شوي أنها صارت دارجة وكلن قاعد يسويها فهذا من أكبر أو أكثر مسببات المشاكل نتيجة العلاج اليدوي أو الكاريوبراكتيك. صحيح لأنها ممكن تكون خطيرة يعني مثل ما قال نادر أنا صراحة لما أشوفها أحيانا يعني الموضوع شوية مخيف لكن مثل ما قلتي هي بدأت كانت كطب شعبي والآن لها مرجعيات علمية مثبتة أكيد. متى بدأت من الأساس كطب شعبي؟ هي تم تصنيفها أو تسميتها كاريوبراكتيك من نتكلم عن القرن التاسع عشر تقريبا تم اعتمادها رسميا لكن هي أصلا تعتمد بالعلاج اليدوي ما في تدخل جراحي ولا أي أدوية أو أجهزة أخرى يعني آمنة ما تخوف في حال اللي يعني يمارسها متخصص يعني ما أخذ دورات ومعتمد خصوصا. طيب. هذا آمنة إذا كان متخصص يعني. طيب الآن بنيجي للجانب اللي يطبقونها واللي يستخدمونها الناس الغير متخصصين. إيش هي أثارها؟ إيش هي مشاكلها على جسمنا أو جسم الشخص اللي طايح مسكين على الأرض؟ صراحة سؤالك مرة مهم وضروري الناس توعى من هالجانب. أعتقد كثير أخصائيين زملاء لي في المهنة ودكاترة أتشرف أكون تلميذتهم تكلموا بهذا الجانب وخصوصا يعني خلينا نقول حذروا من ممارستها بشكل عشوائي. بعض الزملاء أحيانا في مكان عمل ولا في جلسة استراحة يطبقون على بعض بشكل طبعا غير احترافي ممكن يؤدي إلى إصابات ومشاكل. هذا مدعاة الخطورة أنه يسويها غير متخصص بطريقة غير يعني علمية فتؤدي إلى كسور بعيد الشر يعني هذا الشائع غالبا تؤدي إلى كسور. جميل. بشوف الكثير من الأشخاص اللي دائما بيلجأوا لها فالسؤال هنا مين الأشخاص اللي بيلجأوا لهذه الطريقة من العلاج؟ هل لازم يكون عندهم يعني أعراض معينة ألام معينة عشان يقدروا هم يلجأوا لهذه الطريقة من العلاج؟ جميل. في حالات كثير يعني ممكن يتدخل فيها الكاريوبراكتيك ويعالج مشكلة الألم فيها. حاليا صار يعني أغلب الممارسين الصحيين ما شاء الله متخصصين في الكاريوبراكتيك أو العلاج اليدوي وصار فيه منشآت متخصصة في تقويم العمود الفقري بالعلاج اليدوي فيعني الآن الحمد لله مع العلم خلينا نقول الوعي صار فيه أماكن آمنة ممكن تطبقها وحالات كثيرة ممكن تستفيد منها مثل اللي عندهم يعني خلينا نقول بداية إلى متوسط حالات الجنف اللي هو الانحراف في العمود الفقري اللي عندهم مشاكل بالصداع مثلا اللي عندهم شد في عضلات الظهر أو اللي يعني يكون أسلوب حياتهم دائما جالسين فيسبب لهم خلينا نقول خلل بالفقرات سواء انضغاط أو انزلاق غضروفي وما إلى ذلك. هذول أكثر ناس طيب. راح يستفيدوا. أرام أنت عارفة خلينا ننزل الأيباد عشان نسولف على راحتنا. أنت عارفة الآن إنه المهنة هذه الطقطقة الحلاقين صاروا يمتهنونها. يعني وأنت جالس على الكرسي ممكن يطق رقبتك الشباب اللي هناك ممكن يجربوا اللي راح الحلاق فيصير هو متخصص في الموضوع.
كيف ممكن أنه أنا أسلم نفسي الأحد ما هو عارف هالموضوع هذا؟ كيف ممكن يسبب لي لا سمح الله كسر في خلينا نقول مثلا في أحد العظام، ممكن يسبب لي هواء في الرئة، ففي مشاكل كثيرة. كيف احنا نسلم أنفسنا ونثق بناس ما لهم في الصنعة؟ خطورة عالية في طقطقة فقرات العنق، ترى من أخطر الأماكن. إحنا كمتخصصين نحاول نتجنب هذه المنطقة خصوصاً، نحاول نمارس أشياء أخرى مثلاً إرخاء العضلات، المدى الحركي للفقرات العنقية، تقوية العضلات. بس غالباً العلاج اليدوي أو الكاريوبراكتيك نحاول قد ما نقدر نتجنبه، لأنه يعني فيه خطورة وممكن يسبب يعني بعض المضاعفات البسيطة اللي تدوم ممكن بالكثير أسبوع، زي الصداع، الشعور بالغثيان، الدوخة خصوصا ما بعد على طول الجلسة العلاجية. لكن الناس الغير متخصصين ترى ممكن يؤدون في حالة اسمها arterial dissection، اللي هو انقطاع في داخلي في أنسجة الأوردة العنقية، فتسبب بعيد الشر سكتات دماغية بعيد الشر. صار نفسونكم الحلاقين ترى في الشغلة. أيوة، فضروري الواحد يحرص على عمره، الواحد ما له إلا نفسه، فيبتعدون قد ما يقدرون عن الغير متخصصين في هذا الجانب. طيب خلينا نتكلم عن مين الأشخاص اللي ما يقدروا أو ممنوع أنهم يلجأوا للعلاج اليدوي مثل ما ذكرتي أو الكايروبراكتيك. هل في أشخاص عندهم مشاكل معينة ويفضل أنهم ما يلجأوا لهذا النوع من العلاج؟ شوفي ريم، سؤالك بعد مرة حلو أسألتك اليوم نورة، طبعا بعد أستاذ عادل، بس أنه دقيق مرة، وأتمنى الناس تحرص على هذا الجانب، أنه في حالات ما يناسب يعني تسوي كاريوبراكتيك أو علاج يدوي زي اللي عندهم هشاشة عظام، سهل إنه ينكسر العمود الفقري يعني بسبب الضغط مثلاً. ترى المتخصصين أصلاً واعين في هذا الجانب، فما في خوف غالباً. المتخصصين يعني بيسوي لك جلسة تشخيصية، بياخذ تاريخك المرضي، وبعدين بيسويها بشكل آمن، فيعني الحمد لله ما في خوف مع المتخصصين. لكن الغير متخصصين يعني إذا كان عندك مشكلة في الأعصاب، مشكلة في خلينا نقول مرض مزمن بعيد الشر، أو زي ما قلت لك عندهم اللي عندهم هشاشة عظام، والأطفال خصوصا أكيد، فهذول من عوامل الخطورة اللي المفروض ما يتم عمل هذا العلاج معاهم. جميل. أو يطبق. إحنا دائما قاعدين نشوف في الاستراحات، في المجالس، في البيوت، في ناس تتبادر في ذهانهم انهم يتعالجون بالطقطقه. عشان كذا احنا سالنا المشاهدين، هل تلجا الى العلاج بالطقطقه؟ ولاحظ اني ما قلت الطقطقه، بالطقطقه هذه. 38% قالوا نعم، 62% قالوا لا. ارام بناء على هالنسبه 62% اللي قالوا لا، هذا يدل انه في وعي، نسبه كبيره يعني مو بسيطه ترى، وشيء جميل الحمد لله. الان منتشر في السوشيال ميديا مقاطع لناس تضرروا بسبب الطقطقه، عندي مريض والله صار له كسر في الاضلاع بسبب انه خويه طق له ظهره برجله. يعطينا من التجارب، خوفينا اكثر. فلا والله مو الخوف، الحذر زين، الحذر زين. فعلى قولتهم انه إذا سويت يعني العلاج بطريقه صحيحه ان شاء الله راح تستفيد، ما راح تتضرر. حتى العلاج ممكن يضر اذا تم استخدامه بطريقه خاطئه. فكأيوه سدحه كذا على الارض وحط رجل عليه وكسر له الضلع. الطقه هي الطقه. والطقه طقه الكسر طبعا. فهذه من الحالات اللي تضرروا. في ناس كثير اطفال صار لهم شلل، في ناس كان عندهم مشهوره حدث لها شلل بسبب انه كان عندها ميلان، انحراف شديد، من الحالات اللي المفروض انه ما يتم عمل الكاريوبراكتيك معها، وسوى لها المشهور طبعا غير متخصص كاريوبراكتيك وسبب لها إعاقة بعيد الشر عن الجميع. لازم يكون في جدا دقة في التعامل من الأشخاص اللي بيعالجونه، إيش الحالات أيضا اللي بيعالجوها. أحد الفيديوهات أرام اللي شفتها كانت أحد الأشخاص بتعاني من أن في ميلان شوي، فكان عندها رجل أطول من رجل، ففي ميلان شوي لما تمشي، وقالت إن هذه الحالة يتم علاجها عن طريق الكايروبراكتيك. فهل هذه المعلومة صح؟ هل هي غلط؟ هل هي ضحك عليها من قبل الشخص اللي ممكن بيعالجها؟ إيش الموضوع؟ إذا كان متخصص فأكيد إنه عنده خطة علاجية محكمة. خلينا نقول بعض الحالات يكون عندها شد في بعض العضلات وحشر ببعض المفاصل تكون محشورة، فماخذة مساحة، فهمتي كيف؟ بالكاريوبراكتيك يتم تحرير هذا الضغط
فيرجع العضو لوضعه الطبيعي ويعطي العضو برضه المدى الحركي الطبيعي ويخفف الألم. احنا ليش نطبقه في العيادات غالبا؟ لما يدخل المريض وعنده عرض الألم، يعاني من الألم، فعلى طول نختار نطبق الكاريوبراكتيك حتى يرتاح، بعد كذا نمارس التمارين العلاجية كمتخصصين علاج طبيعي حتى يؤدي خلينا نقول نشاطه الحركي بأريحية من غير ألم، من غير معاناة. صحيح. المشكلة وفي فيديوهات أنا شفتها كثير انتشرت، حتى الحيوانات القطاوة يعني صاروا يسوون لها تمارين الطقطقة خلينا نقول، فكان يعني شيء مضحك، ممكن يكون ناجح برضو إذا كان من الناس فاهمين في الموضوع هذا. لكن الشيء اللي ما هو بمريح ولا الشيء اللي أنا ما أشوفه جيد صراحة، شفت يعني في ناس يسافرون لأماكن معينة ويقول لك فيها فلان جاه فلان وفلان جرب عند فلان، فيتناقلون المعلومة هذه فيرجع يدفونها بعربية. أنا أبغى أنتم الآن كأخصائيين وكناس ممارسين، دوركم تجاه توعية الناس، تجاه تثقيف المجتمع، إيش هو دوركم تجاههم؟ حتى أكون فاهمة سؤالك صحيح، إنه الناس يكونون جايين بويلتشير ويتم علاجهم بالكاريوبراكتيك؟ لا لا لا، نقصد إنه هو سليم ما في مشاكل، رايح يبغى أحد نصحه إنه يجرب العلاج الطقطقة عند أحد معين، فجأة رجع بدل ما كان يمشي كان جايبين على عربية. أنا أبغى أنتم الآن كدوركم يعني كأخصائيين وكمعالجين طبيين، يعني وش دوركم تجاه تثقيف هالناس هذه إنه لا تروحون للناس هذه؟ انتبهوا في مراكز صحية، إحنا وش مقصرين معاكم كأخصائيين؟ لأن شفت الحالة العكس، اللي جايب كرسي متحرك والحمد لله مع كثير مهارات علاجية كمتخصصين علاج طبيعي ضمنها الكاريوبراكتيك. هذول متخصصين بس أنا أقصد الناس العشوائيين. الناس العشوائيين أكيد في ناس افتحوا بيوتهم ترى على فكرة علاج طبيعي وصاروا يسترزقون عليها. هذا جدا خطير صراحة، ومن واجب على قولتهم المواطن هو رجل الأمن الأول، التبليغ عنهم يعني أقل واجب بحق وطننا، أن نحمي أبناء هذا الوطن من هذول ما أدري شو اسميهم صراحة. طيب الأبهار، الأبهار وما أدراك من الأبهار، كيف هذه طريقة هذه قضية العصر الناس؟ والله جدا أغلب اللي يجونا العيادة ترى الأبهار، خصوصا الموظفين اللي فترة جلوسهم كثير، الله يعينهم يا رب، المفروض يعطونهم بدل والله أبهار صراحة. غالبا بسبب ضعف عضلات العنق، غالبا عضلات العنق تجي من أسفل الرأس إلى أعلى الكتفين إلى منتصف العمود الفقري، يصير فيها التهاب في طبقة كذا يعني نسيج فوق العضلة يحدث لها التهاب. الكاريوبراكتيك أو الطقطقة يعني حل سريع لمشكلة الألم لكن ما يعالج المشكلة. فهذا اللي قلت لك قبل شوي، انه احنا لما يجونا العياده عندهم مشكله الم نطبق الكاريوبراكتيك نطق الابهر بعدين نشتغل تمارين تقويه حتى انه ما عاد يرجع هذا الالم مره ثانيه باذن الله. جميل، خلينا نتكلم كمان عن نقطه كذا مهمه، دائما بنسمع عن الطقطقه عموما يعني حتى طقطقه الاصابع احيانا طقطقه الرقبه اللي نعملها كذا واحنا جالسين ممكن تكون مضره، هل فعلا هي مضره؟ ايش مخاطرها؟ إذا الشخص يقدر يطقطق بنفسه هذا محترف صراحة، هذا المفروض اللي بيطق رقبته، اللي بيطق أصابعه، ما في أحد أذى نفسه، يعرف مداه الحركي وين غالبا، يعني غالبا ما يطق في الأصابع، هذه الأشياء بسيطة يعني. أيوه، هي غالبا ترى الطقطقة حركة السوائل في المفصل فقط، هذا ينتج عنها يعني خلينا نقول إرخاء للعضلات المحيطة أو الأوتار المحيطة فيسبب شعور بالراحة. فإذا أنت تقدر تسوي هذا الشيء لنفسك بطريقة سليمة وينت ليش لا؟ والله يا أرام كلنا عندنا ذاك اللي يعرف يطق الأبهر واللي ما فيه استراحة وبيت إلا في واحد ذاك المختص اللي يطقطق الأبهر ممكن يسبب مشاكل. فعشان كذا يا جماعة الخير حننتبه ونركز من الناس العشوائيين، يعني نلجأ للمراكز الصحية، المراكز الطبية المتخصصة، الأطباء الأخصائيين عشان ما نعرض حياتنا للمشاكل والخطر. أكيد حنا نشكر ضيفتنا أخصائية العلاج الطبيعي أرام العتيبي، شكرا جزيلا لك. العافية، شكرا لك أستاذ عادل، شكرا نادر، وشكرا ريم، يعطيك ألف عافية. شكرا لك يا مشاهدينا، أكيد مكملين معكم حلقتنا، راح نتوجه لفاصل قصير وراجعين. مشاهدينا، في كل عام مالي تعرض الأبعاد الاقتصادية والإيرادات لكل ميزانية، وميزانيتها المملكة هالسنة ميزانية خير، خلونا نتابع هالتقرير. عام
عززت أرقام الميزانية المعلنة عن استمرار لهج الدولة في تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية، والذي يعتبر من أهم ركائز التطوير ورفع كفاءة الإنفاق المالي. واستقبل المواطنون هذه الأرقام بالتفاؤل والأمل، حيث أكدت تفاصيلها حرص المملكة في استمرار مسيرة البناء وتنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي، وصولاً إلى تحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل. تبني سياسات مالية تساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة للميزانية العامة للدولة، وخلق الفرص الواعدة، وذلك عبر إطلاق البرامج والمبادرات للاستفادة من الموارد والفرص المتاحة لتنمية وتطوير القطاعات، وإطلاق مشاريع اقتصادية نوعية، وإطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة تركز على المزايا التنافسية لكل منطقة، لدعم الاقتصاد المحلي والصناعات في المملكة وتعزيز الابتكار. موازنة جميلة جداً ورؤية ثاقبة تجاه القمة، لأنها باختصار تصف العمل الجاد نحو التربع على عرش الاقتصاد العالمي، بالتوفيق والسداد والأمن والأمان والازدهار الدائم لمملكتنا بإذن الله. وأكيد مشاهدينا للحديث أكثر حول الموضوع ينضم معنا في الاستوديو أستاذ أحمد السالم، وهو الكاتب الاقتصادي. ويا هلا وسهلا فيك، حياك الله. يا هلا وسهلا، مساء الخير عليكم. مساء النور. وفي البداية أستاذ أحمد، خليني أسألك، كيف بتشوف انعكاسات العجز في صناعة المستقبل المشرق في المملكة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دائما أنا أحب أقارن يعني فترة 10 سنوات، ميزانية 10 سنوات وميزانية اليوم، في فرق شاسع. العجز قبل 10 سنوات يجعلك متوتر، لأن الميزانية كانت تقوم على رواتب، خدمات عامة، الصيانة، النظافة، ولا يوجد فيها عائد، فلذلك العجز في ظل هذه الأوضاع يوتر. اليوم أستغرب لو لم يكن في الميزانية عجز. الله. لأن الميزانية وبنسبة كبيرة جدا قائمة على مشاريع استثمارية. صحيح. من بداية رؤية 2030 وتوالي المشاريع، مو أي مشاريع، مشاريع ضخمة لا توجد حتى على مستوى العالم. صحيح. ولا زالت في بدايتها، ولا زالت تحت الإنشاء، فأمر طبيعي أن يكون لدي عجز، وهذا عجز أنا أعتبره إيجابي، لأنه لو في حالة انتهاء هذه المشاريع، لو طرحت 30% بالضبط من قيمتها كأسهم للاكتتاب العام، 30% بتغطي العجز مرة ومرتين ويكون هناك فائض. بالضبط. إضافة إلى أنه يكون هناك موارد. صحيح. للدولة. بالضبط. فبالتالي لما يكون عندي ميزانية قائمة على رواتب فقط وخدمات شوارع طرق أي ما شئت، بنى تحتية، ولديك فائض، طيب عائد الفائض على الميزانية في العام القادم لن يكون. صحيح. بل تكون خاضع للتقلبات الاقتصادية، ربما تنخفض وتستهلك من جميل الفائض. اليوم ما يجري في الميزانية هو درع لك في المستقبل، ولذلك هذا الفائض بناء، سميته قبل قليل درع، هو بناء لهذا الدرع وتأسيس لهذا الدرع، وسنرى نتائجه في جميل. 2030 بإذن الله. حتى أستاذ الآن لو بنرجع للعجز اللي عندنا، يعني يعتبر بنسبة أعتقد 3-4% مقارنة بدول تصل إلى 50%، 2% من الناتج المحلي. بالضبط. هذا هو. فهذا ولله الحمد يعني يعتبر رقم لا شيء في ظل مثل ما ذكرت أنه ننتظر المشاريع القادمة. لكن انتشر مؤخرا أغلب الناس ما هو عارف يفرق بين الموازنة والميزانية، ودي نفرق ونبين للناس الفرق بينهم. الموازنة هي توقع للعام الجديد، يعني إيرادات متوقعة، نفقات متوقعة، هذه الموازنة. جميل. الميزانية هي كم حققت من إيرادات وكم من النفقات، هذا الفرق.
حتى العجز اللي اليوم نتكلم عنه 82 مليار هو توقع، ربما يكون أقل ربما يكون أكثر. وأنا بالنسبة لي حتى قبل بداية مشاريع رؤية 2030 أنا توقعي أنه سيكون أقل، وحتى لو كان أكبر سيكون مريح. يجب أن يدرك أي مواطن ينظر للميزانية ينظر للمشاريع. صحيح، لدينا مشاريع يعني حقيقة مذهلة أذهلت العالم. وأيضا لا ننسى أنه دخل على الأمر إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، وهذه تحتاج مشاريع. صحيح، إضافة إلى أنه كل هذه المشاريع مستدامة وليست مرحلية. كثير من الدول تنظم إكسبو كأس العالم، تقوم بمنشآت وبعد مثلا إكسبو وبعد كأس العالم تكون المنشآت غير مستخدمة. إحنا كل منشآتنا التي ستقام لرؤية 2030 وإكسبو 2030 وكأس العالم 2034 أعتقد، صحيح، ستكون مستدامة بالضبط. حتى بعد انتهاء هذه المشاريع، وهذا أمر جدا رائع، مستدامة وتحقق عوائد مالية. صحيح، مثل ما ذكرت هذا من أهداف رؤية المملكة 2030 هي تحقيق الاستدامة. كيف نقدر نستفيد من تحقيق الإيرادات القادمة للدولة خصوصا من قطاع السياحة قطاع الاستثمار أيضا؟ احنا في البداية وصولنا إلى 2030 ودخول معظم المشاريع نبدأ نفكر إما أن نستمر في رؤية 30-40 أو نبدأ بتقليل العجز وقتها. ولدينا فرص كبيرة لتقليل العجز وانخفاض نسبة مشاركة النفط بنسبة كبيرة. هي ليست السياحة فقط، رؤية 2030 السياحة والرياضة والصناعة والتصنيع العسكري، كل هذه تعمل بتوازي. إضافة إلى أنه أمر مهم أن هذه المشاريع صحيح تقوم بخلق فرص وظيفية للشباب، وهذا إنجاز بحد ذاته أنك تخلق مشاريع من دخلها الذاتي تخلق فرص وظيفية للشباب. صحيح، ولا تزيد من أعباء الميزانية مستقبلا. بالضبط أستاذ أحمد، هذا يمكن يخلينا نتفائل أنه قاعدين نشوف التوسع الإنفاقي في الميزانية، وقاعدين نشوف الآن المشاريع مستمرة والضخ أيضا مستمر لجميع المشاريع اللي ننتظرها ب2030. وأيضا الأهم أنه إحنا قاعدين أنه نشوف جميع القطاعات الخدمية المهمة مثل التعليم والصحة أو حتى القطاع العسكري قاعدة الدولة برضو تضخ لها ميزانية. هذا بمعنى أنه وللحمد الدولة لم تغفل أي جانب من ناحية الجوانب الخدمية والبنى التحتية للوطن. هذا بلا شك، لا يمكن أن تقوم برؤية 2030 لبرامج سياحية ورياضية في المستقبل وتهمل خدمية. ولكن لا أركز على الخدمية فقط كما في السابق وأنسى أو أتجاهل الفرص المتاحة لدي، ولكن أعمل بتوازن. فرؤية 2030 كانت متوازنة مستمرة في التنمية الداخلية، مهتمة وبشكل كبير في الصناعة، ليست الصناعة البسيطة، بل السعودية دخلت الصناعة العميقة وتسير بهذا الأمر وبشكل كبير، وستصبح بإذن الله السعودية من الدول الصناعية، فرضت على كثير من المستثمرين والمصانع في العالم نقل التقنية وتعليم الشباب السعودي هذا الأمر. إضافة إلى أنه في عمليات الابتعاث وأيضا في الجامعات بدأت تدخل بعض الأقسام في الجامعات أو تبتعث شباب في بعض الأقسام اللي يحتاجها في المستقبل، سواء على مستوى الصناعة على مستوى الرياضة على مستوى السياحة. بالضبط، فلذلك عمل متوازن. أنا أعتقد أنه بإذن الله
إذا سارت الأمور إلى 2030 كما هو مخطط لها، وأتوقع بإذن الله أن تصل لما هو متوقع، أنا أعتقد أنه سيكون هناك فرص جدا كبيرة وظيفية للشباب، وربما قد تنخفض بشكل كبير البطالة. جميل. صحيح. فعلى الشعب أو الشباب تحديدا، لأنه إحنا فرصنا انتهت بعد ما تجاوزنا 50، إحنا خلاص نأمل للشباب، فلذلك على الشاب أن يعيش. بس ترى الرؤية الساذجة هي يعني ولله الحمد يعني يعني مسلطة الضوء على الكبار وعلى الصغار، حتى اللي في الأعمار المتقدمة الرؤية أيضا تعمل لهم الآن، تعمل جاهدة لتوفير أيضا بيئة جميلة لهم وحياة أيضا جميلة لهم، فأكيد ما فاتح حد شيء. لا أنا أتكلم رؤية 20 شاملة كل شيء. أتكلم عن الفرص الدراسية، الفرص العمل، إحنا خلاص تقاعدنا من هذا، وزي ما كما ذكرت الدولة تريدنا أن نعيش باستمتاع، هذا أمر جيد، ولكن الأهم هو حقيقة الأهم هو فئة ما بين 15 و25 سنة، إيجاد فرص ومستقبل، وهذه الرؤية هي من ستحقق لهم. جميل. هذا الأمل أهم حاجة، أن يبتعدوا عن التشاؤم ويعيشوا الأمل. صحيح. وهذا صحيح. والأمل هذا سيأتي في 2030 بإذن الله. والله أنا أراه حقيقة، أراه أمامي، يمكن شخص بعيد عن الرياض ممكن يأخذ، لكن شخص موجود في الرياض يرى الأمل أمامه في كل بقعة، حتى كل مدن المملكة أستاذ ترى موجودة المشاريع قائمة موجود، ولكن الرياض اليوم بشكل كبير لأنها ستستقبل إكسو 2030 إضافة للمنطقة الغربية والجميع، ولكن المنطقة الجنوبية تبوك ونيوم العلا بلا شك قاعدين نشوف نهضة ولله الحمد شاملة في كل مكان بلا شك، يعني بس في الرياض في الطرق في جميع طرق الرياض تشاهد مشروع، وليس أي مشروع، ليس برج يبنى، ولكن مشروع ضخم يا عزيزي. أنا إذا مسكت طريق الملك خالد في الرياض ألتفت إلى بوابة الدرعية وأنا حقيقة مذهول صراحة. أستاذ أحمد معك حق في هذه، لكن خلينا نتكلم عن مثل ما ذكرنا المملكة العربية السعودية اليوم ضخت يعني مليارات الريالات في مشاريع تريليونات. ضخمة أو تريليونات الريالات أكيد في مشاريع ضخمة، وهذا الشيء ينعكس بوجود عجز. إيش الخطوات القادمة اليوم لتعزيز ذلك؟ هو شوفوا إحنا في 2023 الدين العام تريليون تقريبا 24 مليار، يشكل 24.8% من الناتج المحلي. 2024 سيزداد، سيتجاوز تريليون، وأعتقد تريليون و175 أعتقد بما يعادل 25.9% من الناتج المحلي. هذا أمر طبيعي. جميل. الدين أمر طبيعي، دين ووجود مشاريع تراها على الأرض بالضبط. وهذه المشاريع ليست حديقة عامة صحيح لا تدرك، بل مشروع يضاهي أكبر المشاريع في العالم. إذا كنت مشروع القدية يعادل كم مرة من حديقة الهايد بارك في لندن، أكبر منه بمرات. صحيح. هذا أستاذ أحمد يعني خلينا نتفائل دائما، مثل ما ذكرت إنه إحنا قاعدين نشوف المشاريع على أرض الواقع، أي بمعنى رؤية 2030 يا جماعة الخير قاعدين نشوفها الآن قدامنا سواء في الرياض أو حتى في جميع مناطق وطننا الكبير، فأكيد الحكومة لم تغفل أي جانب أو أي مكان من بقاع وطننا الغالي، تضخ المليارات وتضخ أيضا المشاريع للتنمية وأيضا الرقي بنهضة الوطن المعطاء. أكيد نشكر الأستاذ أحمد السالم وهو الكاتب الاقتصادي، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد. يا هلا وسهلا، حياكم الله. شكرا لك، نورتنا، ومشاهدينا أكيد مكملين معاكم، راح نتوجه لفاصل قصير، لا تروحوا بعيد.
حياكم الله مشاهدينا من جديد. يعتبر فن النحت من أقدم أنواع الفنون، ولكن هذه المرة بشكل مختلف، وهو النحت على نواة الزيتون وأشجارها وتحويلها لتحف فنية تقدر بعشرات الآلاف. خلينا نتابع هذا التقرير ونكمل معكم. في مهرجان الوليمة السعودي وفي منطقة الزيتون تحديداً، تذكر دائماً أنك إذا أكلت الزيتون، نواة الزيتون، راح يطلع منها إبداعات فنية ما تخطر على بالك. خلينا نستكشفها مع بعض. إحنا في مهرجان الوليمة السعودي، وأحد القصص الجميلة أنه النحات سلطان المرشود المبدع قاعد يحول نواة الزيتون إلى سبح وحلي ثمينة. رحب فيك سلطان، يا أهلا وسهلا. يا مرحبا ومسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا. شوف إبداعات ما شاء الله مثل هالسبح. متى بدأت معك فكرة تحويل الزيتون أو نواة الزيتون وأشجار الزيتون إلى تحف جمالية؟ نواة الزيتون أصلا هي قديمة من آلاف السنين، كانت تستخدم كحلي للرجال والنساء، وبعض القبائل تتزين فيها، لكن أنا بطريقتي الخاصة بتطوير القطعة حولتها إلى أكسسوارات عديدة، منها سبح، منها تعليقات نسائية، أكسسوارات نسائية. طورتها خلال تقريبا 4 سنوات، الآن صارت جودة جدا ممتازة، إضافات كثيرة عليها من دهن العود، من الفضة، وبالنهاية المقتني هو لو حاب يصمم السبحة بهويته الخاصة نقدر ننفذها بطريقة احترافية. خليني أسألك، أغلى سبحة كم بعتها؟ لازم يعني 1500 إلى 2000 ريال تقريبا. أصبحت حلي ثمينة من لا شيء. صح. ليش؟ لأنها عمل ابتكاري قليل مرة الناس اللي يتقنون هذا العمل، هذا اللي يخليها نادرة، وهذا اللي يخليها الناس حابين يقتني حاجة يونيك مش موجودة في السوق. بجانب النحات سلطان، عندنا التحفة الجمالية هذه اللي نحتت من قطعة واحدة، والخبر الأجمل أن بيعت ب30,000 ريال سعودي، وهي أغلى قطعة بيعت في هذا المهرجان. سلطان، إيش الجمال هذا؟ تعرفنا عن القطعة وكم أخذت منك؟ ربي يسعدك يا رب. طبعا هذه قطعة زي ما ذكرت، قطعة واحدة، العكاز والثعبان جذع واحد، تمام، أخذت 2 شهر عمل، عمل ريادي مش موجود في السعودية. هذه تصنف قطعة واحدة في المملكة العربية السعودية، اقتنوها 3 رجال أعمال مميزين بدون ذكر أسامي. تقريبا أخذت 2 شهر عمل، هي تأخذ بين 2 إلى 3 شهور للعكاز الواحد. في السنة أسوي قطعة قطعتين بس في السنة الواحدة. أحد المنحوتات عند سلطان ألا وهي صقر سماه عين سلمان. سبب التسمية؟ الملك سلمان أبونا. جميل. الملك سلمان له بريق بالعين رهيب بكل الصور اللي قاعدين نشوفها على السوشيال ميديا، لذلك أنا أخذت البريق حق العين ونفذته بنفس بريق الصقر، لذلك سميت العمل عين سلمان. جميل. أخذ فترة طويلة، 7 و8 شهور عمل، له جمهور ضخم، مرة جمهور أعجب بالعمل، كثير من الجمهور تابعوه من البداية للنهاية، وهذا خلاه كأشهر منحوت على مستوى المملكة. أكيد رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، ونشكر زميلنا طلال الأزهري اللي رصد لنا هالتقرير الجميل، واللي أكيد شفنا ضيفه سلطان المرشود أحد النحاتين المبدعين
واللي صراحة أمتعنا، وأنا زرت المكان وزرت السلطان وشفت الجمال اللي هو قاعد يسويه، ولفتني يا ريم وجود الصقر اللي عنده مسميه عين سلمان نسبة إلى الملك سلمان الله يحفظه ويطول بعمره، فعنده منحوتات وعنده أشياء هو بنفسه قاعد يسويها، فهذا شيء جمال يعتبر، وبرضه حتى تغذية بصرية واحنا قاعدين نشوف ترى بالفعل تغذية بصرية. وفي أحد القطع اللي شفناها اللي قال إن ثمنها وصل أتوقع 30,000 العصا مضبوط، العصا بالضبط نادر. صراحة يعني استغربت إن كيف ممكن يصنع هذه التحف الفنية من نواة الزيتون، يعني دائما بنشوف صراحة تحف فنية فيها الكثير من الإبداع، لكن ما توقعت إنه يتم فيها كمان استخدام نواة الزيتون. الموهبة والفن يا ريم والخبرة أكيد تجتمع عند الموهوبين، وإن شاء الله يعني نكون يعني استفدنا من هالتقرير الجميل. عموما المشاهدين الكرام يعني اليوم تكلمنا عن عدة مواضيع، كان أبرزها تحدثنا عن فئات التأمين الصحي في المنظمات الحكومية، وتكلمنا عن التأمين الصحي وأيضا حقوق المنشآت وأيضا حقوق العاملين فيه وكيف ممكن يعني يستفيدون من الخدمات والعكس فيما بينهم. صحيح نادر، وأيضا من مواضيعنا لليوم تحدثنا فيها عن الأعمال الدرامية المحلية بين النقد والإشادة، وتحدثنا فيها عن كم فيلم وإيش أسباب أن الأشخاص أحيانا بينتقدوا بعض الأفلام السعودية، وكمان تحدثنا عن تطور صناعة السينما في المملكة العربية السعودية. أكيد ريم هذا واحد من مواضيعنا، وأيضا تكلمنا عن علاج الطقطقة خلينا نقول، أو طقطقة المفاصل مثل ما أنا أحيانا تمسك معي وطقطقة أصابعي، فهذه تعتبر من الأشياء اللي يعني خلينا نقول إنه دخيلة على المجتمع، كل من قال أنا أطق الأبهر ولا أطق الظهر ولا الرقبة فتسبب مشاكل صحية لا سمح الله، وتكلمنا قبل شوية مع ضيفتنا في الموضوع وحذرنا ومن هالمنطلق برضو نرجع ونحذر ونتكلم فيه. وبرضو ريم تكلمنا عن إيرادات ونفقات الميزانية في الموازنة التقديرية السعودية التي أعلنت مؤخر من 4 أيام، فأكيد التفاؤل بها كبير والأمل دائما منشود في ظل رؤية 2030. أكيد أنها تعطينا نادر الكثير من المؤشرات الإيجابية. ومشاهدينا هذه كانت مواضيع حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، وأكيد ننتظر مشاركاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهاشتاغ استوديو SBC. اللقاء يجدد بكم غدا في نفس الموعد، فمان الله.